أول ما يجي هذا الإنسان يحاول أن يحرز أو يخمن هذا هل هو مثلا مسلم أو غير مسلم، يفصل بعدين مسلم من الإمامية أو من غير الإمامية، بعدين من الإمامية من جماعتي لو مو من جماعتي، بعد ذلك ينسبه إذا ما كان، افترض مثلا من البداية تبين أن هذا شخص مو من أتباع مدرسة أهل البيت، فرح يكون من المدرسة الأخرى، من المدرسة الأخرى أنا أختصره في من؟ أختصره في أولئك أسوأ النماذج منهم، أقول هذه المدرسة الأخرى، لنفترض المدرسة غير الشيعية، متعصبون ضد المذهب، يعتقدون مثلا أن الشيعة كذا وكذا، أشوف أسوأ نماذج الحاقدين فيهم وأحاول أن ألزق فيهم، أقول هذا من أولئك، هذا قلة قسطاس. إذا واحد مو من شيعة أهل البيت، واحد من مدرسة الخلفاء، أقبل عليه شخص من الشيعة الإمامية، هذا رح يقول هذا مثلا من الروافض، الروافض يعني هم الذين يسبون الصحابة، هم الذين يطعنون في عرض زوجات النبي، إذن ينبغي أن أعاديه، خلص عين موقع العداء إليه، والشيعي عين موقع العداء لذلك غير الشيعي باعتبار أنه من الحاقدين، من المبغضين للأئمة وأمثال ذلك. هذا خلاف القصاص، عندما يختصر الإنسان في فئته ويؤتى بأسوأ النماذج في تلك الفئة، هذا خلاف القسطاس. طيب أنت حتى لو فرضنا هذا، أنت يا أيها الإنسان من مدرسة الإمامية، إجاك واحد وكان من مدرسة الخلفاء، أفرض أنه كذلك، زين في مدرسة الخلفاء من هو هواه في أهل البيت وإن كان فقهه في غيرهم؟ أكو ناس عندهم محبة لأهل البيت من هذه المدرسة، مدرسة الخلفاء، ليش تروح تنسب إلى أسوأ النماذج؟ وهكذا بالعكس، أنت يا أيها الذي من مدرسة الخلفاء، عندما يأتيك شخص من مدرسة أهل البيت، ليش تقول هذا من الروافض الذين يسبون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن ويطعنون في أم المؤمنين؟ زين، هناك الأكثرية الساحقة من شيعة أهل البيت ليسوا كذلك، المرجعية العليا فيهم تقول لا تقولوا إخواننا على أتباع مدرسة الخلفاء بل قولوا أنفسنا، ليش ما تنسب إلى مثل هذا الموقف؟ لكن يصير عدم قسط، عدم عدل أن يختصر الإنسان في فئة ثم يؤتى بأسوأ النماذج في تلك الفئة، هذا من خلاف العدالة. أحيانا ترى حتى في وضعنا الداخلي، ها أنا أشوف واحد على سبيل المثال بعدين أشخص أنه من أتباع المرجع الفلاني، فما أقول اسمه، أقول هذا فلاني أصلا، زين هذا ما أنسبه إلى أهله ولا إلى عائلته، أنسبه إلى شنو؟ مرجع. وبعدين في ذهني أسوأ موقف في رأيي عند تلك المرجعية أجيبه، زين أقول هذا فلاني يتبعها المرجعية الفلانية، وأسوأ شيء موجود عندها إذن هذا يطبقه. يابا أنت ألغيت هنا خصوصيته، ألغيت شخصيته، ألغيت ذاته، ألغيت فكره، لعله هو نفسه يشاركك في أن ذلك الموقف لا يرتضيه، بس هذا يصير نسبة الشخص إلى فئة والاستشهاد بأسوأ ما هو موجود في تلك الفئة والتعامل على ضوء ذلك.